يقول السائل: هل للمأموم أن يقول مثل الإمام تماما فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ لا، الرسول قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ونحن نقول ربنا ولك الحمد. إنما اختلفوا في الإمام هل يجمع بينهما أو لا. نعم.